إن ثورة 26 من سبتمبر أكبر من أن تكون ثورة خبز أو انتفاضة بطون، ومن الظلم ألا توضع هذه الثورة العظيمة في سياقها الذي قامت من أجله. إنها ثورة قامت للمحافظة على دين الشعب النقي من الخرافة والشرك، قامت من أجل كرامة اليمني والتعامل معه كإنسان كرمه الله، فليس بمتاع لكاهن ولا مسخر لسلالة.